اهلا بحضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع ومتابعه لحاله الطقس والجو. الحقيقه انه هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان طقس النهارده الجمعه يكون مايل شويه للبروده على القاهره الكبرى وايضا الوجه البحري، والرياح هتكون معتدله احيانا بتنشط. هيكون كمان مائل للبروده على السواحل والرياح نشطه على السواحل الشرقيه بالتحديد. الطقس هيكون معتدل على جنوب سيناء، وهيكون طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب ونهر. أما عن حالة الطقس بالليل، هيكون طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية كمان وشمال الصعيد، وكمان طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. أيضا دكتور محمود شاهين وهو مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد قال إنه البلاد هتشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، يكون فيه يعني أمطار على فترات متقطعة. أيضا هتشهد البلاد نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. طيب خلينا نستعرض مع حضراتكم كافة الظواهر الجوية اللي هتكون متوقعة خلال الأيام القادمة. أولا أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة موافق 26 مارس، أولا فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%. أيضا هتكون في شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة. أيضا هيكون في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد. أهم الظواهر أيضا الجوية المتوقعة ليوم السبت الموافق 27 مارس، أولا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري. أيضا نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. طيب أهم الظواهر المتوقعة ليوم الأحد واللي هو بيوافق 28 مارس، أيضا الشبورة المائية مستمرة وتكون خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية واللي بتكون أكثر قربا من المسطحات المائية وبالذات الطرق المكشوفة. هيكون في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد أيضا. طيب خلينا نتكلم مع حضراتكم عن الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الاثنين واللي بيوافق 29 مارس. إزالة الشبورة المائية مستمرة وخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والطرق المؤدية من وإلى للقاهرة والوجه البحري. أيضا الرياح هتكون مستمرة، هيكون في نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. ده بالنسبة ليوم الاثنين. أما الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاث واللي بيوافق 30 مارس، إزالة الشبورة المائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة. أيضا هيكون عندنا نشاط للرياح مستمر على أغلب أنحاء البلاد والمحافظات، والحقيقة أنه في الأمر ده أكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجبة عن الظواهر الجوية المتوقعة. أما عن أهم درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة، القاهرة العظمى فيها بتوصل 20 درجة، الصغرى بتوصل فيها ل 11 درجة، الإسكندرية العظمى بتوصل فيها ل 19 درجة والصغرى بتوصل ل 13 درجة، مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، سوهاج العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة الصغرى بتوصل ل 14 درجة، أسوان العظمى 14 درجة 27 درجة عفوا الصغرى 16 درجة. في معلومة بسيطة عايزين نقولها لحضراتكم وهي خاصة بأهم تعليمات الهيئة العامة للأرصاد، هي اللي هي نشدت بيها المواطنين. أولا الحذر في نوعية الملابس خاصة في هذه الفترة اللي فيها تقلبات يمكن جوية، عدم ارتداء الملابس الصيفية خاصة إنه الأجواء باردة على كافة الأنحاء ليلا، وخاصة إنه هيئة الأرصاد الجوية أكدت كمان استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى منتصف الأسبوع القادم، وده بعد الموجة الحارة يمكن اللي شفناها خلال الأيام الماضية. أيضا نشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرة الجوية اللي بتقولها الهيئة يوميا لمعرفة كل ما هو جديد بخصوص حالة الطقس،
واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة أنه في بدايات فصل الربيع واللي بيستمر تقريبا لمدة 3 شهور معروف عنه سماته أنه في تقلبات جوية حادة وسريعة جدا جدا. أشكركم جدا على المتابعة، بكده تكون انتهت هذه التغطية الخاصة بتفاصيل أحوال الطقس النهاردة الجمعة والأيام القادمة إن شاء الله، يعني ذكرنا لحضراتكم أهم ملامح حالة الطقس. نشكركم على المتابعة، لكن انتظرونا في جميع تغطيات وفقراتنا من تلفزيون اليوم السابع النهاردة الجمعة، في كتير نقدمه. شكرا للمتابعة، على اللقاء.